أكدت الحكومة أن الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين تواصل العمل على دراسة المعوقات التي تواجه المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر بمختلف المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء راندا المنشاوي. أضافت المنشاوي أنه تم الانتهاء من تصميم منظومة إلكترونية تابعة لمجلس الوزراء تتلقى المشكلات من المستثمرين بعنوان البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين، والتي تم تطويرها بواسطة الوحدة لوضع حلول ملائمة لمشكلات المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص. البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين، منصة لتلقي شكاوى المستثمرين والتواصل معهم لوضع حلول ملائمة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، تم تطويرها بواسطة الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء بهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بنشاط المستثمرين. تضم البوابة عدد من المكونات تشتمل على تسجيل المستثمر للشكوى والمستندات المطلوب إرفاقها، أخبار وأنشطة الوحدة المهمة للمستثمرين، لوحة معلوماتية لمتابعة موقف الشكاوى وإجراءات الحل. يتم تلقي شكاوى المستثمرين من خلال البوابة على الرابط التالي www.invest.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمركز الاتصال 16035، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، أو عبر البريد الإلكتروني info@invest.shakwa.eg، وكذلك الشكاوى المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، بالإضافة إلى مكاتب خدمة المستثمرين بالجهات والهيئات الحكومية. تتمتع البوابة بالعديد من المميزات: سهولة تسجيل المستثمر للشكوى وإمكانية متابعة إجراءات حل الشكوى على مدار 24 ساعة. البوابة الإلكترونية لشكاوى المستثمرين، سرعة، كفاءة، تبسيط إجراءات، انطلاقة جديدة للاستثمار في مصر. يمكنكم زيارة البوابة عبر الرابط التالي www.invest.shakwa.eg.